وياه على قساوة حكاية الليلة. في قصة واحدة عندنا 4 ديال المحاور اللي غادي تدوز منهم صاحبة حكايتنا الليلة، ما بين الحب والفقدان والفساد والزواج ثم الطلاق. هادشي كله كان الرابط ما بيناتهم أنها حلت عينيها وسط أسرة قاسية. حكاية الليلة عبرة للجميع وخصكم تسمعوها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه كدائما وابدا. شكرا على تعليقكم الرائعه، شكرا لانكم كتعطوا فرصه لهذه القناه انها تدخل لتليفوناتكم لبيوتكم لقلوبكم وحتى لعقولكم. شكرا على تعليقاتكم الرائعه، شكرا لانكم كتاخذوا من وقتكم وكتكتبوا لي كلام كل حب، شكرا لانكم كتحفزوني وكتخليوني باش انني دائما نجيب لكم الجديد. فاذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك. وتذكير بسيط، هذه حكايتي هو برنامج من واقع مجتمعنا المغربي اللي كيشاركوا معنا متتبعات تيكون عندهم واحد القصه اللي فيها عبره للمستمع واللي ضروري كنخرجوا منها باستفاده. ما نطولش عليكم اكثر وخليني نقول لكم لنبدا. كتقول صاحبة القصة كاسم مستعار ليا غادي نختار صوفيا لأنه أقرب اسم على قلبي. غادي نبدا قصتي من طفولتي اللي ما عشتهاش زوينة بحال كاع الأطفال، طفولة عامرة بالعنف من طرف بابا لدرجة كنت نشك بعض المرات ياك ما مريض بشي مرض نفسي. كنت باقا كنعقل بالتفصيل الممل فاش كانت عندي 7 سنين. كل صباح كنا كنحلو عينينا على الخوات ديال ماما وهو تيضربها. عشنا معاه جميع أنواع العنف، بدينا تنكبروا وغادي يستمر معنا العنف ديالو. في الباك غادي نخرج من المدرسه وببساطه حيت ما كنتش كنشوفها مكان القرايه، ولكن كانت بالنسبه ليا واحد الملاذ اللي كنت نهرب ليه من المشاكل ديال الدار. كنمشي كندوز الوقت مع البنات وكنبقى غير كنضحك. ولكن قبل ما نخرج من المدرسه اجي نقول لكم شنو وقع ليا. كنت في اولى باك، كانت عندي 16-17 سنه، تعرفت على واحد الدري اللي كانت عنده 25 سنه وكان خدام في قطاع المخزن. هذاك الحب والحنان اللي كنت مفتقداه من عند بابا لقيته عند هذا الشخص واللي غادي يخليني باش انني نغلط ونتمادى في الغلط. ما مره ما زوج ما 4 ولينا بحال مزوجين. انا ذاك كنت صغيره وكان هو اول واحد في حياتي، ما كنتش واعيه ولا شي حد لي يوريني ولا يفهمني. بابا ديما مضرب مع ماما وماما كتحاول انها تهرب من داك الواقع، وخوتي كل واحد فاش ملهي. هذا الدري كان ديما تيدينا للدار عنده، وصراحه فاش تنمشي معاه ما كنتش كنحس براسي راني تنغلط، تنحس غير بلي انه كان بغي الحنان اللي كنت كنقلب عليه لقيته تما وصف. حتى ولفته، حتى لواحد النهار غادي يديني لعند الطبيب وغادي يقول ليه بلي انني حامله. دخلت تلفت ما عرفت ما ندير، تنفكر غير بابا غادي يقتلني. لا غد لي غادي يجيب لي واحد الدواء اللي كيدير اجهاض واللي غادي يشربوا لي هو بيديه. ماشي بزاف جاني الوجع وكنت معاه. غادي نبقى نزف لمده تقريبا سيمانه. رجعنا لعند الطبيب وقال لي بلي انه ما بقى والو من داك الجنين. الله يسمح لي، راني عرفت بلي انه كنت ارتكبت غلط، ولكن ما فكرتش بلي انه غلط قد ما فكرت انه بابا غادي يقتلني. كنت كل نهار ديك الفتره ديال الاجهاض كنخلي قرايتي وكنمشي لعندو. كنت ديك الساعه في الباك وكنمشي نبقى معاه حيت كان كيشدني الوجع وما كان بغيش شي حد يرد البال. حتى وليت بخير. تقريبا غادي يدوز 8 شهور على هذا الشيء، 2013 نيت غادي توصلنا الخبر باللي انه بابا الله يرحمه كيفاش ما علاش كان خدام عساس في واحد الفيرما اللي فيها الزيتون. قالوا لينا باللي انه طاح من شي شجره ديال الزيتون على شي حيط وتهرس يديه ورجليه وفي ظهره، وكانت عنده شي ضربه في الراس هي اللي قتلته. في وقت العزو خرجوا بزاف ديال الاشاعات باللي انه جاو شي وحدين ضربوه، وكاين اللي تيقول بلي انه جاو شي وحدين يسرقوا ديك الفيرما وضربوه. صراحه ما قلبناش وما تعمقناش في الموضوع، وحتى عمامي حتى حد ما كان مسوق. ماما حياتها كلها وهي مسدود عليها، وحتى انا ما عرفنا ما نديرو، خلينا الامور تمشي كما هي وسكتنا. صراحه فوقت الموت ديالو كنبقى فيا الحال، ولكن حسيت بحيله ارتحيت من واحد الحبس واحد المعاناه والضغط والمعيور والصداع. واخا عائلتنا كلها تخلاو علينا من زوج جهات وما بقى حتى شي حد كيسول علينا، وكنا مضطرين باش اننا نخدمو باش نعيشو. وفي هذا الوقت عاد غادي نحس راسي بلي انني افتقدته، حسيت به واخا كان خايب. المهم كان حامينا من شلة حوايج. ما نجحتش في الباك وبقات علاقتي مستمره مع هذاك الدري لمده 2 سنين. من بعد ليله ونهار غادي يخبر ليه الاثار. مشى من المدينه وما بقيت عرفت عليه حتى شي حاجه. عييت نقلب ونسول عليه من بعد 5 سنين ديال العلاقه اللي فيها تقت فيه وعطيتو راسي وحياتي 1000%. انا تحطمت ودزت من فتره خايبه وبزاف يئست من الحياه، وفي عوض ما انني نصلح راسي للاحسن غادي نمشي للطريق السهله والاسوء، وهي اللي غادي تكون فتره الانتقال في حياتي لما هو خيب
وغير مرضي. انا ذاك غادي نتعرف على بناس خايبين خارجين على الطريق، وحتى انا وليت خارج على الطريق، ولو عندي مشاكل ولو عندي بزاف ديال الصداعات ديما مخاصمه مع ماما، وليت كنشرب واحد الدواء غير باش نتهدن ونعس بالليل. كنت بعيده على الله، ما كنتش كنصلي اصلا، عمرني عقلت على راسي صليت من نهار حليت عينيا، ما كنتش نقرا قران، ما كنتش نهائيا قريبه من الله غير الدعاء. بيني وبين راسي بالليل فاش ما كيعجبنيش داكشي اللي كندير بالنهار، تنبدا نقول مع راسي علاش انا تنفسد، يا ربي عفو عليا، بغيت غير نتزوج بشي راجل متقي الله ويسترني ويدخلني سوق راسي ونرتاح. المهم فهاد الوقت اللي كنت انا كنتلاقى مع هذا وهذا وهذا، صدفة غادي نتلاقى بواحد السيد اللي نيتنا كانت خايبة، انا بدوري غادي نستغله بحال كاع اللي دازوا من اشخاص في حياتي، وحتى هو كان تيتفلى. المهم بقات علاقتنا مستمرة حتى تولفنا ومشينا في الغلط، حتى لقينا راسنا كنبغيو بعضنا. هو بشوية بشوية بعدني على الفساد، واخا بقيت كنغلط معاه، المهم بعدت من الفساد بشوية. بدا كيدخل ليا الفكرة ديال الصلاة ونقرا القرآن، وانا نحاول نتقرب من ماما ونصلح المشاكل ديالي معاها. فشفت راسي قربت لمولانا غادي نحط بين عينيا الحلال، واحد النهار غادي نقول ليه مادام وريتيني القرآن وبعدتيني من الماضي فخصنا نديرو حل، حيت هادشي اللي كنديرو دابا راه حرام. اقترحت عليه باش اننا نتزوجو، مع العلم انه ما خدامش، ما عنده حتى ريال في جيبه، وعايش غير مع عائلته، واحد 3 شهور في العام فقط اللي تيكونوا عنده شي بركه حيت تيكون خدام. المهم انا قلت لي على الزواج وهو غادي يشرح لي الوضع كله، وبلانه ما عندوش الفلوس وما يقدرش يدير هادي ولا هادي ولا هادي. انا تقبلت وقلت ليه ماشي مشكل، المهم هو تكون علاقتي معاك مرتاحه ومصالحين مع الله ونبعدوا من الحرام. هذه هي كانت نيتي والله شاهد على ما اقول. غادي نقول ليه عندك فرصه نتاع شهرين، الوقت اللي بغيتي فيها اجي لدارنا. فعلا جاي خطبني من عند ماما حيت ما عنديش عائله، بابا مات، عمامي قاطعيننا، فجا هو امه وباه ما كانش. دازت يومين درنا العقد كلشي مزيان وبخير، وبدينا تنقرروا فوقاش نديروا شي حفيله، حلم كل بنت. المهم درناها، عاونته كنت جامعه شي بركه، حتى فرش البيت وقاد الامور. في الصداق غادي يعطيني 500 درهم رمزيه، وانا اصلا ما كانش عندي مشكل في هذا الشيء. المهم داز كل شيء هو هذاك، مشيت لدارهم عايشين فيها مو وباه وزوج ديال خوتو وعيالاتهم وولادهم وحتى اختو. مشيت كل شيء هو هذاك، كل شيء تيبغيني. غادي يدوز بحساب شهر ديال السمن والعسل، من بعد ما سال هذاك الشهر غادي نكتشف شي حوايج لي صدموني وقلقوني وعصبوني، كل واحد بان على حقيقته. عرفت بلي انه باه ما كانش حاملني من الاول وما كانش باغيني. صوفيا كتبكي بحرقه وكتقول لي ما بغيتش نقول هذه الكلمه حيتاش كضرني في خاطري، ولكن باه ما بغانيش حيتاش ما عنديش بابا، وسماني بلي انني ما عندي لا اصل ولا مفصل، بلا ما يتعرف عليا ولا يعرف واش عندي شي اصل أو مفصل ولا خايبه ولا زوينه. علما انني في ديك الدار كنت ندير شي حوايج من الشقاء ومجهود فوق من الطاقه ديالي، وما كنتش تنديرو في دارنا اصلا غير باش نحافظ على هاد السواج. بديت كنلاحظ شي تصرفات في الام ديالو اللي كانوا خايبين، لقيت انا نوعا ما كتغير من علاقتي معاه، بمعنى اذا شافتنا مفاهمين او كيفاش كيتصرف معايا كان ضروري تجي تنكدها علينا. انا بطبعي انسانه اجتماعيه ونشيطه وضحوكيه لدرجه عيالات خوتو كيموتوا عليا، عزيزه عليهم حيت ديما خلقه معاهم واحد الجو ديال الضحك والنشاط، ونبقاو كنتعاودوا. اكتشفت بلي انهم هي هادشي ما تقبلاتوش، وجاها بحال انني درت ليها شي حاجه خارجه على القاعده اللي مولفين. امو ما كتبغيش عيالات ولادها يتجمعوا او لا يجلسوا يجمعوا، ما كتبغيهمش يكونوا ضاحكين. انا كنت عادي، كنت كنتصرف على طبيعتي حيت كانت تيصحاب لي فعلا بلي ان هذيك راه بحال دارنا وهذيك راه بحال ماما، على حسب الهضره اللي تيقول ليا واللي تيشرح ليا هو على امو. ولكن للاسف لقيتها خايبه وكتخبي عليا الماكله واي حاجه زوينه، ما كتبغيكش تطيبي بشهوتك ولا ديري شي حاجه عشقتيها في الدار. اكتشفت حنا عيالات ولادها صالحين غير للخدمه، نفيقوا بكري نشقاو وصاف، الحاجه المخيره ديال ولادها لا في الماكله لا في كل شيء. وعندها واحد البنت اللي عايشه معانا، ومع ذلك ما تفيقش بكري، ما تشقاش، ما تحطش يديها في الماء حيت هذيك بنتها. انا وسط هذا الشيء كله كنت كنحس بضغط، خصوصا كنشوفها خبات شي حاجه كانت شهوتي فيها تبقى فيا الحال، اولا كطيب زوج حاجات الخايبه فيهم كتعطيها لينا وديك الحاجه الزوينه لولادها، كنحس بحال الحقره. ومن طبعي اصلا سريعه الغضب، اولا دغيا كنتقلق اذا شي حاجه ما عجبتنيش. ولكن تخيلوا كنت كنضغط على راسي وكنقول حشومه ما غاديش نتقبح مع ماما
ولا نتغوت معاها ولا حتى نخنزر فيها، ولكن في هادشي كله كان عندي هدف واحد واللي هو راجلي نرضيه. ما كنفكرش في راسي، ما كنفكرش في قلبي ولا مشاعري. كنت كنمشي عنده وكنبدا كنعاود ليه ونخوي ليه قلبي، راه ماما كدارت هادي وراه ماماك هادي. عمر ما كانت اصلا نيتي نبدل ليها صورتها جهته، ولكن كانت كتضغط عليا وكان خصني من نخوي قلبي. وبطبيعه الحال ما كاين حتى شي حد من غير راجلي اللي خصو في نفس الوقت انه يبردني. فعلا تنمشي عنده بعد مرات كنهضر وكنبدا كنبكي، ماماك دارت ليا، ماماك خبات عليا، ماماك ما خلاتنيش نصايب، وهذيك ماماك وهذيك ماماك. الغلط اللي كان تيدير كان تيمشي عندها راسو فيا قالت لي درتي هادي ودرتي هادي ودرتي هادي. اي حاجه كنت كنشكي عليه بها كنلقاها لا غد ليه عند ماما كيعاودها ليها، كنشوفها حاقده عليا وغير غاديه وكتزيد كتخياب في معاملتها معايا. وكنقول علاش كدير هكا، واخا ما عمرني ما بينت ليها، حتى غادي نكتشف بلي انا ولدها تيقول لي هذاك الشيء اللي كنقول ليه. واحد الاسبوع غادي يكثروا بزاف ديال الصداعات، وعلى والو كنت لدرجه كنخرج حاشاكم الحاويه ديالي اولا لابوبيل من بيتي، كانت كتقلبها ليا كتفليها ليا باش تشوف شنو جاب ليا اولا شنو كليت. كانت ديما كتصنط عليا، انا في ديك الوقيته صافي تضغط وخير تنفكر. قال لي راسي شربي داك الدواء اللي كنت كنشرب قبل ما نتزوج نتاع النعاس، غادي نعس الليل كله بلا ما نفكر بلا والو. الصباح غادي نفيق غنلقى راسي مازال معصبه وما قدرتش نخرج من بيتي ولا نشوف شي حد، مع العلم انهم ما تيحترموش الخصوصيه. ما يمكنش تبقى يسد عليك في البيت. فاش فقت الصباح غادي نعاود نشرب من هذاك الدواء ونعست، غادي يجيو يفيقوني فوقت الغدا. فاش جيت نتغدى غادي نطيح، لا ماشي سخفت ولكن طحت نعست. غادي ندخل لبيتي غادي نكمل نعاسي وما غادي نفيق حتى المغرب. بغيت نتوضى نصلي من جديد غادي نطيح. هادشي كله كان بالنعاس حيت شربت كميه كبيره من داك الدواء. في ديك الوقت مو يصحاب ليها بلي انني حامله حيت بنت ليها طحت زوج مرات، مع العلم انها هي اللي كانت كتجيب ليا مانع الحمل وكتوقف عليا باش نشربو. ستصر باش اننا نمشيو للسبيطار، شفنا الطبيبه وانا ما بغيتش نقول ليها بلي انني خديت الدواء ديال النعاس باش ما ندخلش في شي متاهات نتاع علاش ومفوقاش. قلت لها راه غير كثرت من الحلاوه وما كليت حتى شي حاجه خيرها. المهم داروا معايا داك البروتوكول ديالهم، عطاوني الدواء، داروا لي واحد ليبره وحنا راجعين انا وراجلي ومو. حيتاش ما واكلاش قال لي خاطري نقول ليه يجيب ليا شي حاجه بارده بغيت نبرد بها شي كلاص. هو ما قال والو، هي غادي تنطق غتبقى كتعاير كتعاير وكتخاصم حتى وصلنا للدار. انا ما كايناش في هذا العالم. وصلنا للدار مشيت لبيتي نعست. وصل لغد ليه غنلقى كلشي قلب عليا وجهه وكيتصرفوا بطريقه خايبه، طلع ليا الدم. ديك الساعه ما كنبقى والو العيد الكبير، غادي نجمع حوايجي وقلت ليه راني بغيت نمشي في حالي نرتاح ونعود نرجع. الزوج الكريم الماسون ديالي في بلاص ما انه يدوي معايا ويخرج يبدل ساعه اخرى ولا يهدئني، غادي يمشي عند ماما وغادي يعاود لها كل شيء. وبلي انا بقى فيا الحال من الكلام اللي قالت لي البارح وبلي راه بغيت نمشي في حالي. ها هي جات عندي امو، ما خلات فيا غير اللي نسات. في الاخير غادي تقول لي اخر مره غادي تطلبي لولدي شي حاجه حيت راه ما عندوش الفلوس ولا حتى شي حاجه. انا بديت كنبرر ليها بلي لا خالتي راه ما كنطلب منه والو. خرجت فيا عينيها وقالت لي واش ما كفاكش خاسر عليك زوج ديال الملايين في دوك الحوايج اللي راكي جامعه في ديك الباليزه؟ هنا عصبتني ما قدرتش نتملك راسي. قلت لها شفتي هذوك الحوايج كاملين اللي قلتي ولدك خاسر عليا؟ راه ديالي وحتى من هذا البيت باللي فيه ديالي وانا اللي دايراه. غتبقى كتهضر كتهضر وغتقول لي صافي سيري في حالك، غادي نجيب ليه بنت 15 العام احسن منك. وخرجت وهي كتعاير. تخيلوا هذا الحوار كله داز قدام عيني راجلي ما دواش، ما قال ليها حتى شي حاجه. انا بقيت تنبكي في البيت كنفكر في شنو خصني ندير يا ربي. نعلت الشيطان وقلت ليه عيط لي على ماماك. والله العظيم واخا ما درت والو غادي نمشي نبوسلها على راسها وغادي نطلب السماحه. قالت لي ماشي مشكل، مع العلم كانت باقا هزه في قلبها. صرحت انا وياه لبست بيجامتي وقلت غادي نهبط نجلس معاهم شويه واخا كانش عندي الخاطر. المهم على وجه هذا السيد اللي حتى هو ما دار والو على ودي، لا حماني منهم ولا احترمني قدامهم ولا فرض شخصيته كرجل. وانا مازال في البيت ديالي غادي تصوني عليه ماما اجي هبط دابا. هبط ضحك نشط شويه غادي يطلع واحد اخر معصب. بقيت كنبزز عليه قلت ليه شنو واقع شنو كاين ما كتبدلتي؟ قال لي ماما وبابا قالوا لي راك جبتي لنا وحده ما عندها لا اصل ولا مفصل، ما عرفناش شكون هي ولا حتى منين جايه. اعطاني هضره قاصحه وكضر في الخاطر، ما حاولش يقادها ما حاولش يعطيها ليا بطريقه زوينه. داكشي اللي تقال هزو ونقلو ليا. شفت في عينيه وقلت ليه ايوا، ما جاوبنيش. واللي فهمت هو انه انا بوحدي اللي خاصني نهز حوايجي ونخرج في حالي. سولته واش نمشي في حالي، خرج وخلاني. هادشي اللي فهمت. جمعت كاع القشوش ديالي، مع العلم لغت ليه كانت عارفه، دويت مع اختي تجيب تاكسي وتجي عندي الصباح بكري. في الليل جاتيه بكي، بديت كنسولو شنو خصنا نديرو. حتى انا كنبكي وكنقول ليه
راك راجلي قول لي شي حل، واش نمشي انا وياك شي بلاصه، واش نمشيو نكريو، واش نمشيو ندبروا على شي خدمه؟ انا راه ما عنديش مشكل، غير المهم بقاو مجموعين، ندير عليك المستحيل. غير تيبكي وما دار والو. غادي نقول ليه عافاك سير عند ماماك وقول ليها راه صوفيا غاديه في حالها وشوف شنو غادي تقول لك. انا فاش قلت لها هذيك الهضره على امل تقول لي الله يسامح، ولا تجي تقول لي علاش الشيطانه بنتي، ولا هذه العواشر غدا عرفه بلاتي تبرد النفوس، وديك الساعه اختاري شنو اللي بغيتي. انا حسبتها بحال ماما. قالت ليه سير عندها وقول ليها الا بغيتي تمشي في حالك غير سيري. هنا ما بقات حتى شي هضره، صاف. مع 6 ديال الصباح فقت، جلست في الدروج كنتسنى اختي. غادي دوز حدايا امو ما مره ما زوج ما دواتنيش. جات اختي مشينا، وصلت لدارنا ونفسيتي كانت محطمه لدرجه كبيره، غير تنبكي تقول عندي عزو غادي يجي عندي لغد ليه النهار ديال عرفه بالعشيه ويقول لي واش ترجعي. تخيلوا واخا داكشي كله قلت ليه اه شويه، ويقول لي انا ندوي مع امي ومع با الا بغاو. مشى دوي معاهم بغاو، عيط ليا وقال لي عندي لك واحد الطلب، هزي التليفون دوي مع امي طلبي منها السماحه. مع ذلك قلت ليه اه واخ، غادي نهز التليفون غادي نطلب من امو السماحه باش انني نرجع للدار. وسجلت داكشي كله وصيفطته ليه. تكبرت عليا وتعفرت عليا، ولكن ضغطت على نفسي، غيدوي ليا وغايقول لي العشيه غادي نجي نجيبك. اقسم لكم بالله كنت فرحانه، واخا عارفه راسي بلي انني كنت غادا للجحيم والدل برجلي. جمعت عاوتاني حوايجي ودرت الحنه فرحانه حيتاش غادي يصبح العيد. في العشيه كنصوني عليه والو ما تيجاوبنيش، غادي نصيفط ليه ميساج في واتساب وهو يقول لي راه امي وبا تقلبوا عليا وما بغاوش باش انك تجي، وهو يبلوكيني الليل كله وانا تنبكي. صباح العيد كلشي فرحان ناشط الا انا سد عليا وجالسه. كنت ديك الساعه في تواصل مع مرت خوه كتقول لي ها هو هنا وخارج هو ناشط، وهو سد عليا في كلشي. مشيت كنعيط لصحابو بحال شي هبيله كنسول فيه، كيسحب لي بلي انه مأزم ولا وقع عليه شي حاجه ولا مكتئب حيتاش تفرق عليا. الساعه طبيعة الحال بقيت مدوز العيد لابس حوايج جداد وكلشي هو هذاك. غادي نحاول انني ندير شحال من حساب وهمي باش ندوي معاه واخيرا غادي يجاوبني. قلت ليش خاصنا نديرو؟ قال لي اسمحي لي انا اختاريت والديا وما يمكنش نكمل معاك. حطمني وقتلني، بغيتو لدرجه الجنون. هو كيهرب مني وعايش حياته وانا كنتعذب. حنا حاليا قريبه عندنا جلسه في المحكمه نتاع الطلاق، ومشكلتي هي اني مازال ما استوعبتش هذا الامر. وقفت مع هذا السيد في كل شيء وما عقلش عليا. تخيلوا باقا كنصلي وكندعي الله انني نرجع معاه. انا اليوم عندي 28 سنه وبصح ما عارفه شنو ندير وفين نعطي الراس وكيفاش غادي ننساه. رسالة لأي أب وأم، يردوا البال لولادهم والحوار لابد منه. عافاكم أي أم كتعاني من التعنيف أو الضرب والكلام النابي والقاسي، حبسي من أنك تولدي الولاد وتطلقي. راه اللهم تكوني مطلقة ومستقرة مع وليداتك ولا تعيشيهم داك الرعب والخوف. صوفيا كتقول لكم البنات عافاكم قراو، إلا ما لقيتوش حنان الأب ولا ديال الأم قلبوا عليه ما بين كتبكم. لأي مراهقة ديري في بالك قرايتك ومستقبلك، وجيبك هما الكتف الحنين اللي غادي يهزك، ماشي راجل وماشي صاحب. ولأي وحدة بغا تزوج فكري وفكري 100 مرة مع من غادي تشاركي حياتك. ما تهربيش من واقع خايب لواقع آخر اللي هو مر، ما تهربيش من حفرة لحفرة، وما تضحيش تضحيات فوق من الطاقة ديالك. ولأي بنت غلطات مع شي واحد وسمح فيها عافاك رفقا بروحك، ما تختاريش اسهل طريق، وكلي امرك الله. وفي عوض ما تمشي لطريق الحرام كاينه طريق الله مريحه وزوينه وخاويه من الشوك. واخيرا لاي رجل كيستغل ظروف اي بنت كيف ما كانت، بغيت نقول لك بالله عليك تقي الله فيها وفي نفسك وفي خوتك وفي بناتك، ورا الدنيا دواره. وهذه هي حكايتي يا متابعين يا كرام، حكايه قاسيه. بيني وبين صوفيا كان كلام طويل ونصائح باش انها تفيق وتديها فرصه وتخلى على هذا الذل، لانها مهما كاع هادشي اللي داز عليها باقا متشبته بهذا الانسان، او بالاحرى مازال كتفكر باللي انها كتبغيه، وهذا غلط. هي ما كتبغيهش، هي ولفاتو، شدات واحد الحاجه اللي ما لقاتهاش في دارهم وحطتها فيه، وقبلته بجميع الاغلاط ديالو، واخا ما تيحترمهاش، واخا تيأذيها، واخا بزاف ديال الحوايج اللي سمعتهم في القصه. صوفيا سيري قراي شي صنعه او ايا كان شي حاجه تهزي بها راسك، حسني من راسك وهبي وقتك وقلبك المولانا، وما غاديش يخليك، وغادي يعوضك اضعاف واحسن. وما ادراك ما عوض الله. شخصيا ما بقى عندي ما يتقال، كل شيء هي قالته. وفي الخاص كي قلت لكم كان ما بيناتنا كلام طويل ونصائح، كنتمنى واخيرا من اجل كرامتها ونفسها انها تحبس من انها تشوفه وما تعطيهش فرصه. صوفيا ضحيتي وتبعتيه ورفضك رفضا كلي، عزي نفسك وكرامتك، راه مولانا كرم الانسان من فوق 7 سماوات. عطي لروحك فتره نقاهه، فرصه
فأنك تواصلي مع مولانا فرصة أنك تعرفي قيمتك وقدرتك في هذه الحياة، وإياك ثم إياك ترجعي اللور أو للفساد. وانت أدرى مني بالعاقبة دياله، وإكراما للروح ديال باباك الله يرحمه، وخا كان قاسي معاك نسي هذا الإنسان، حيث شكون بغاك غادي يدير المستحيل، راه الوالدين في كفة والأزواج في كفة. كون بغاك حقيقة غادي يمشي تفقه في هذا الأمر، وأنا أكيدة أنه 1000% الدين ديالنا كيعظم المرأة، ماشي حيتاش والديه ما حبوكش أو ذكروا لي السخط أو لا رضا غادي نحيك. هذه ليس برجولة وليس بزواج وليس بإنسانية فوق كل شيء، خصوصا أنك تبتي وكنت إنسانة مصونة. يا أوفياء، يا متابعين، يا كرام، الكلمة لكم، وعبروا على آرائكم لصوفيا، نصحوها، فيقوها بشنو كدير. وأخيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. سلام سلام.